كل إنسان فينا عنده مشاكل، ده شيء طبيعي، لكن من أصعب الحاجات في الدنيا إن أنت تقدر تكتشف المشاكل اللي عندك واللي هي بتعطلك عن تحقيق أهدافك وبتعطلك إن أنت تعيش حياتك بشكل سعيد ومبسوط. أنا في الفيديو ده هديلك بعض المفاتيح وبعض الحاجات اللي من خلالها هتقدر إن أنت تكتشف مشاكلك وتبتدي إن أنت بعد كده تشتغل عليها، فتابع معايا. اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت، ودارس وباحث في مجال التنميه الذاتيه، وخدت كورسات كتيره في المجال ده، فحابب ان انا اوصل الفايده والمعلومات دي للناس كلها. في الفيديو اللي فات انا اتكلمت عن فكره ان انت تستثمر في نفسك وتستثمر في حياتك وان انت تطور من نفسك وتطور من ادائك في الحياه. الكلام ده بيتم ازاي؟ احنا قلنا ان هو بيتم على حاجتين، ان انت بتطور الحاجات اللي جواك، بتصلح المشاكل والحواجز اللي موجوده جواك، وبتاخد كورسات تانية تكنيكال بتساعدك ان انت بقى ايه تحقق فعلا الاهداف اللي انت عايزها على الارض. لكن الحقيقه الجانب النفسي مهم جدا، مهم جدا، وتقريبا هو اهم بكتير جدا من الجانب التكنيكال. ياما ناس كتير شاطره جدا تكنيكال لكن في حياتها مش ناجحه، فاشلين جدا في حياتهم حتى على المستوى شغلهم نفسه. انا اعرف ناس شاطرين جدا في شغلهم لكن للاسف الشديد مش اغنياء، يعني مش يعني مستواهم الاجتماعي ومستواهم المادي مش على مستوى خالص شطارته في الشغل. فاذا الشطاره في الشغل مش هي العامل، في عوامل تانيه كتير بتساعد ان انت تقدر ان انت توصل للحاجه اللي انت نفسك فيها. الحقيقه الجانب النفسي ليه عامل كبير قوي، ان في اسئله كتير قوي اجابتها موجوده في العامل ده. ليه في ناس اغنياء وليه في ناس فقراء؟ العامل النفسي لجانب كبير. ليه في ناس سعداء وليه في ناس مش سعداء او تعساء؟ الجانب النفسي ليه عامل كبير في الموضوع. ليه في ناس بتتقبل في شركات كبيره وبتشتغل في شركات كبيره وبسهوله، وناس بتشتغل في شركات صغيره وناس ما بتشتغلش اصلا؟ العامل النفسي ليه دور كبير جدا في كل الكلام ده. الحقيقه يا صديقي عشان اوصل لك الموضوع بسهوله وببساطه، الفكرة ان كل الحاجات اللي انت بتشوفها في الكون وكل الحاجات اللي بتحصل لك في الحياة ما هي الا مراية بتعكس اللي انت عايشه جواك. يعني اللي انت عايشه جواك هو اللي بيتجسد في العالم الخارجي وبيظهر لك. واوعى تفتكر ان الحياة هي حاجة واحدة بس او ان الحياة حاجة ثابتة بس. انت عايش في العالم الخاص بيك فقط، وكل انسان انت بتشوفه في الحياة هو عالم كامل متكامل مليان بقى بحاجات كتير قوي، وكل واحد بيشوف الحياة بنظرة غير التاني. كل ما عليك ان انت تغير نظرتك للحياة، تغير النظارة اللي انت بتشوف بيها الحياة بس، وقتها الحياة كلها هتتغير قدامك، وقتها كل حاجة قدامك هتتغير. طب برضو هو يعني ازاي، برضو يعني ازاي انا هقدر استثمر في نفسي وانا اصلا مش عارف انا ايه مشاكلي؟ يعني انا مش عارف هو انا مشاكلي ايه اساسا؟ هو انا ينفع احل مشاكل انا اصلا مش شايفها؟ ينفع احل مشاكل هي اصلا مش موجودة؟ فعشان نقدر نكتشف المشاكل دي انا هديلك دلوقتي شوية تيبس وتريكس، شوية مفاتيح كده من خلالها هتقدر تعرف مشاكلك فين بالظبط. دلوقتي على طول هات ورقة وقلم وتعالى وقف الفيديو دلوقتي وروح هات ورقة وقلم وتعالى اقعد عشان هتكتب الحاجات اللي انا هقولك عليها دلوقتي. قوم هات ورقة وقلم، يعني ما تقعدش تتفرج على الفيديو بس، قوم هات ورقة وقلم، خد الموضوع بجد يعني. بس انا عارف ان انت ايه هتقعد تتفرج على الفيديو وهتسمع كلامي وهتعديه، فقوم هات ورقه وقلم وتعالى نشتغل مع بعض بجد بقى. اول حاجه اكتب ايه الحاجات، ايه الحاجات اللي انت نفسك تحققها في حياتك وحاسس ان الحاجات دي صعبه او بتواجهك مشاكل كتير فيها وانت بتحققها. اكتبهم كلهم تحت بعض في الورقه، وقدام كل حاجه انت بتكتبها اكتب قدامها السبب اللي انت شايفه من وجهه نظرك مخليك مش قادر تحقق او مش قادر تحقق هدفك ده. يعني الاول هتكتب كل الاهداف كل الحاجات اللي انت نفسك تحققها، وقدام كل واحدة ليه الحاجة دي ما تحققتش لحد دلوقتي او ليه انت مش قادر تحققها لحد دلوقتي. دي اول حاجة. تاني حاجة ودي حاجة مهمة جدا، اكتب ايه هي رسالتك في الحياة. يعني ايه انت موجود هنا في الدنيا ليه؟ انت جيت هنا في الدنيا ليه؟ ايه الحاجة
اللي انت نفسك تحققها في الدنيا؟ ولو انت حسيت بصعوبة شوية ان انت تجاوب السؤال ده، يعني اكتب لو انت مت فانت تحب الناس تشوفك ازاي، او تحب الناس تقول عنك ايه بعد ما تموت. تمام، اكتب ايه هي الحاجات اللي انت حابب انها تتقال عنك بعد ما تموت. ولو برضو معرفتش خالص، فاعرف ان انت بس عندك مشكلة بس شوية في ان انت تحدد رسالتك في الحياة. ان كل انسان فينا محتاج ان هو يبقى محدد ايه الرسالة اللي هو جاي عشانها، هو جاي الدنيا دي عشان ايه. فدي تاني حاجة. تالت حاجة، اكتب اسامي الناس اللي انت شايف من وجهة نظرك ان هم بيعطلوك في الحياة. الناس دول معطلينك في الحياة، اكتب اساميهم كلهم، وقدام اسم كل واحد هو معطلك في ايه، قدام اسم كل شخص هو معطلك في ايه. رابع حاجة، اكتب انت ايه معتقداتك عن الدنيا، انت شايف الدنيا ازاي، الدنيا صعبة والدنيا خربانة والكلام الجميل ده كله. اكتب كل الحاجات اللي انت يعني شايف الدنيا بيها. بعد ما تكتب الكام سؤال دول وتجهزهم كده في الورقة بتاعتك، كل واحد يجهز الورقة بتاعته. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقول لكم الحاجات اللي احنا كتبناها واللي احنا طلعناها دي هنبتدي نعمل فيها ايه، اللي هو ازاي احنا نبتدي بمنتهى البساطة كده مع نفسنا، انت مع نفسك كده تقعد ازاي تحل الحاجات اللي طلعت لك دي. والموضوع بسيط ولذيذ، وكل حاجة بتتحل وكل حاجة بتتظبط. وعايز اقول لكم ان انا كان عندي مشاكل كتير جدا 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 من سنة ونص تقريبا، كان عندي مشاكل بالهبل يعني، حاجات كتير بفضل الله سبحانه وتعالى منها اتحلت. وبالمناسبة انا ما كنتش ممكن ابدا ان انا ممكن افكر ان انا اكون بعمل فيديوز واقف قدام كاميرا وطالع على يوتيوب والناس بتتابعني، انا ما كانش في دماغي تماما الفكره دي. سبحان الله، يعني بعد ما في حاجات كتير اتظبطت عندي بقيت انا قادر ان انا اعمل حاجه زي كده بمنتهى البساطه، وانت تقدر تعمل احسن من اللي انا بعمله دلوقتي كمان. فموضوع بسيط وسهل، هي بس شويه حاجات بسيطه كده هنظبطها مع بعض والدنيا هتكون تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي كومنت او عندكم اي استفسار عن الاسئله او عايزين تسالوا على اي حاجه، اكتبوا الكومنتات. حقيقي الكومنتات بتاعتكم بتبسطني جدا، وحقيقي بتشجعني جدا ان انا اكمل واعمل فيديوهات تانية. فمستني تعليقاتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.